السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى الطبيعة في بلدي. هناخد النهاردة درس اسمه الحدود الجغرافية والسياسية لمصر. طيب أنا دلوقتي جاية بقول الحدود الجغرافية والسياسية. طب انا هقسم الكلمة عندي الحدود السياسية هقسمها لحاجتين، عندي كلمة الحدود وعندي كلمة السياسية. طب يعني ايه كلمة حد؟ انا دلوقتي لما ببقى عايز افصل بيني وبين زميلي مش بحط فاصل، الفاصل ده بقول عنه ايه؟ حد. بقول عنه حد، يبقى الحدود يبقى الحد معناه فاصل. طب سياسية يبقى بتكلم عن مين؟ عن دولة. سياسية بتكلم عن دولة. طيب يبقى انا كده معنى كده ان انا هدور على اني افصل ما بين كل دولة والدولة اللي والدول اللي جنبها. طب تعالى كده نمثلها بالبيت بتاعنا. انت البيت دوت هعتبره العالم بتاعنا. العالم ده لو انا البيت بتاعي الاوضة بتاعتك، مش انت بتبتدي تفصل ما بينك وما بين اخواتك عن طريق الاوضة دي؟ بيبقى عندك حيطان وعندك بيبان علشان خاطر ايه؟ محدش يخش الاوضة بتاعتك، وطول ما انت قاعد في الاوضة بتاعتك محدش بيقدر يجي جنب حاجتك. حد بيقدر يجي جنب حاجتك؟ لا. طيب ينفع تروح مثلا اوضه اخوك وتقول له مثلا انا هاخد حاجه منها؟ هيقول لك ايه؟ لا سيبها دي بتاعتي انا. هي دي الدوله. الدوله برضو هي موجوده في وسط ايه؟ كذا دوله. فببتدي ان انا احط لها حدودها عشان تبقى ليها حقوق بتاعتها ومحدش يجي جنب الممتلكات بتاعتها. فبسمي الكلام ده كله بايه؟ بالحدود السياسيه. بسميها ايه؟ حدود سياسيه. يبقى هنا بيقول لي هنا ان كل دوله في العالم ليها حدود بتسمى الحدود السياسيه. بتسمى الحدود السياسيه. طيب ايه هي بقى المقصود؟ انا قلت لك الحدود الحد معناه كلمه فاصل. معناه فاصل. قال لك هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها. هي حدود تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها. تخيل كده ان هو شبه الصندوق وانا حطيت له ايه؟ حدودها. حطيت له خطوط كده عشان افصل ما بينه وما بين اللي بره. يبقى هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها. مش انا قلت لك اخوك ما ينفعش اروح اخد حاجة من حاجته من غير ما ايه؟ استأذنه. دي حاجة من حقه في اوضته في ملكه. فالدوله دي الحدود بتاعتها بتحدد ايه؟ ملكيتها، ما حدش يقدر يجي جنبها. فعشان كده بقول هي خطوط تحدد الدوله وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود. يبقى ايه هي الحدود السياسيه؟ هي خطوط تحدد الدوله وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود. يبقى ايه هي الحدود السياسية تاني؟ هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود او الحدود. طيب قال لي هنا ان الحدود دي عندي نوعين. اول حاجة حدود بشرية. انا لما بقول حاجة بشرية يعني حاجة من صنع ربنا ولا من صنع الانسان؟ من صنع الانسان. الحدود دي الانسان هو اللي رسمها، هو اللي حطها علشان خاطر محدش يتعداها او ياخد حقوق الدولة دي. ايه تاني حاجة؟ قال لي تاني حاجة الحدود الطبيعية. طب الطبيعية معناها كده مين اللي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقها. ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا كده عندي الحدود الطبيعية لازم تكون حاجة طبيعية، حاجة ربنا خلقها. هي الانهار دي الانسان اللي صنعها؟ لا، من خلق الله. من صنع الله. طيب والبحار؟ من صنع الله. والجبال؟ من خلق الله. يبقى انا كده دلوقتي عندي حدود بشريه دي من صنع مين؟ الانسان. وحدود طبيعيه من صنع الله سبحانه وتعالى. طب زي ايه يا شاطرين؟ الانهار والبحار والجبال. البحار والانهار والجبال. طيب يلا بينا كده نشوف. انا كده يا ميس الحدود السياسيه عندي بتنقسم لنوعين اللي هي البشريه والطبيعيه. طب تعرف تقول لي لوحدك كده من غير ما تشوف ايه هي الحدود السياسيه؟ هي خطوط تحدد الدوله وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود. الشطاره دي. طب يلا بقى احنا خدنا موقع مصر فاكرينه؟ ايوه يا ميس. طيب كنا بنقوله مصر فين؟ موجوده فين؟ في قاره افريقيا. فين في افريقيا؟ في الجزء الشمالي الشرقي من قاره افريقيا. طب احنا اتفقنا ان القاره دي عباره عن مجموعه من ايه؟ من الدول. من الدول. يعني معنى كده ان مصر ليها جيران، صح ولا غلط؟ صح. فبالتالي انا لازم اعرف الحدود بتاعتها. انا اتفقت ان الحدود هي اللي بتفصل مصر عن الجيران بتاعتها اللي هي الدول المجاوره ليها. فانا دلوقتي عايزه اعرف الحدود بتاعتي. طب احنا قلنا ان الصندوق مش ليه اربع جوانب؟ ايوه. طيب احنا خدنا اربع حاجات كده في الدرس اللي فات. الاتجاهات هي ايه؟ الاتجاهات الاصليه. شطوره. يبقى احنا عندنا الاتجاهات الاصليه. حد يعرف يفتكرها لي؟ ايوه يا ميس. انا هقول يا ميس. لا لا استني اما ارسم لك ال يلا
فاكرين الأغنية بتاعتها كانت بتقول إيه؟ الشمال ها؟ الشمال فين الشمال؟ الشمال فوق في الأعلى والجنوب تحت والشرق فين؟ على اليمين والغرب على الشمال والغرب على الشمال. يبقى أنا هنا عندي الحدود بتاعتي كام؟ أربعة. طب دي فرعية ولا أصلية؟ دي أصلية. دي أصلية اللي هم مين؟ الشمال فوق والجنوب تحت الشرق على اليمين والغرب على الشمال. طب يبقى أنا كده لما أجي أعمل حدود مصر أنا هتكلم على الأول الجهات الأصلية ولا الجهات الفرعية؟ الجهات الأصلية. ليه؟ لأن هي ديت الحدود اللي هتحفظ لي الدولة بتاعتي، هي اللي هتفصلني ما بينها وما بين الدول التانية. طيب واتفقنا إن إحنا عندنا حدود طبيعية وحدود سياسية. طب أنا عايز أسألك، هو شرط إن الدولة عشان خاطر عندها حدود طبيعية ما يبقاش عندها حدود سياسية؟ حدود بشرية. لا، في حدود طبيعيه وفي حدود بشريه. يعني الاتنين. ممكن الدوله يبقى عندها الاثنين؟ ايوه. صح ولا غلط؟ صح. طب تعالى نشوف مصر عندها الاثنين ولا لا، وافتكر انا بقول لك ندور على مصر عندها الاثنين ولا لا، وانت اللي هتحكم. لما اقول لك مثلا انا عندي دوله هتقول لي دي حدود طبيعيه ولا بشريه؟ لا، دي بشريه. ليه كده؟ لان الانسان هو اللي رسمها. طب لما اقول لك مثلا عندي بحر هتقول لي طبيعيه؟ لا، سبحانه وتعالى يبقى طبيعيه. شاطرين. طب يلا كده نبص. قال لي هنا حدود مصر، اول حاجه عندي هناخد الاتجاه عندي الاتجاه، احنا قلنا اول حاجه ايه؟ الشمال. الشمال. الشمال قال لي عندي البحر المتوسط. طب يا شاطرين، هو البحر المتوسط ده من صنع ربنا ولا من صنع الانسان؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى دوت حد ايه؟ طبيعي. طب انا بقول لك البحر المتوسط ده نهر؟ لا، ده بحر. انا بقول طبيعي بحري. طبيعي بحري. بحري. يبقى انا عندي الحد الشمالي لمصر البحر المتوسط ده نوعه ايه؟ حد طبيعي بحري. حد طبيعي بحري. طيب قال لي هنا انا همشي عندي شمال وبعد كده عندي مين؟ الشرق. عندي بعد الشمال هاخد اتجاه الشرق، هاخد اتجاه ايه؟ الشرق. الشرق. قال لي عندي في الحدود الشرقيه لمصر في البحر الاحمر اهو على الخريطه. شاطرين. عندي البحر الاحمر. عندي البحر الأحمر. طب يا شاطرين، هو حد طبيعي ولا بشري؟ لا، ده طبيعي. طبيعي. ليه؟ لان هو من صنع ربنا سبحانه وتعالى. شايفين القرنين اللي طالعين من البحر الاحمر ده؟ يا ميس، ده خليج العقبه وخليج السويس، دولت اسمهم خلجان. ديت عباره عن مساحه من البحر جوه اليابس، فاحنا بنقول عليها خليج. بنقول عليها ايه؟ خليج. خليج. قال لي عندي اتنين، مش واحد على اليمين واحد على الشمال. أيوة. قال لي عندي واحد من بره عقدناه فسميناه خليج العقبه، اسمه ايه؟ خليج العقبه. طب اللي جوه قال لي اسمه خليج السويس. احنا مش خدنا ان احنا عندنا قناه اسمها قناه السويس؟ أوه. يلا هي جنبه بقى تبقى اسمها خليج ايه؟ خليج السويس. خليج السويس. خليج السويس. انا عندي واحد عقدناه بره وواحد ايه دخلناه جوه. اللي بره اسمه ايه؟ خليج العقبه. اللي بره اسمه ايه؟ خليج العقبه. واللي جوه؟ خليج السويس. خليج السويس. طيب يبقى انا عندي هنا الحدود الشرقيه بتاعتي في مصر، انا هتكلم على اللي بره لان دوت اللي ايه؟ اللي هيقسم ما بيني وبين الدول المجاوره، الدوله الثانيه. فانا هتكلم هقول لك ان الحدود الشرقيه عباره عن خليج العقبه والبحر الاحمر. خليج العقبه والبحر الاحمر. طب الاثنين بحر، صح ولا غلط؟ صح. فالاثنين حدود طبيعيه بحريه. حدود طبيعيه بحريه. طب مين يفتكر لي مين الحدود الشماليه بتاعتي؟ البحر المتوسط وكان حد طبيعي بحري بقى. الشطارة الجمال ده. يلا عندي هنا بقى احنا قلنا الحدود الشرقيه اللي هي مين؟ خليج العقبه والبحر الاحمر. دي حدود طبيعية. دي حدود طبيعيه بحريه. بحريه. طب يلا بقى، مش انا عندي الشمال وعندي الشرق؟ طيب اللي ما بينهم اتفقنا ان في اتجاه فرعي مش اصلي اسمه ايه؟ ما بين الشمال والشرق يبقى شمال شرقي. شرقي. احنا اتفقنا ان الكبير بحطه الاول اللي هو مين الكبير؟ الشمال. وبعد كده بحط الاتجاه الصغير بتاعه، فبقول عليه الاتجاه الشمال الشرقي. الشمال الشرقي. قال لي هنا بقى الحد بتاعي اسمه دولة فلسطين المحتلة. دولة فلسطين المحتلة. انا قلت دولة يعني حد، يعني حد بشري. إيه؟ الانسان هو اللي عاملها، يبقى بشري. حد بشري عشان الانسان هو اللي رسمه. ما بيني ما بين دولة فلسطين المحتلة. شاطرين. يبقى انا عندي هنا الحد الشمال الشرقي ده اول حد ايه؟ حد بشري لحد دلوقتي احنا قلناه. يبقى ده اسمه دولة فلسطين المحتلة. دولة فلسطين المحتلة. المحتلة. ودي حدود بشرية برية. طب ليه قلنا كلمة برية؟ عشان دي على البر، مفيش بحر على اليابس.
صح ولا غلط؟ صح. يبقى انا عندي هنا لحد دلوقتي احنا خدنا ثلاث حدود. اول حد كان الحدود الشماليه اللي هي البحر المتوسط، كان حد طبيعي بحري، حد طبيعي بحري. طيب لكن عندي الحدود الشرقيه كان عندي خليج العقبه والبحر الاحمر، ودي كانت حدود طبيعيه بحريه. الشمال الشرقي اللي دوله فلسطين المحتله، ودي حدود بشريه بريه. يعني مثلا اهو انا قلت لك عندي الشمال، عندي الحد الشمالي اللي هو مين؟ البحر المتوسط. المتوسط. وقلنا هنا عندي الشرق البحر الاحمر وخليج العقبه. العقبة. طب لما قلت الشمال الشرقي، دولة فلسطين المحتلة، دولة فلسطين هو ما بينهم، انتوا شايفين؟ ايوه يا ميس. شايفين هنا الشمال الشرقي فين؟ ايوه يا ميس. تمام. فاضل بقى عندنا هنا مين؟ احنا كده خدنا ثلاث اتجاهات، شمال شمال شرقي والايه والشرق. هناخد بقى الحدود الغربيه. قال لي الحدود الغربيه عندي دوله اسمها دوله ليبيا. ليبيا. اسمها دوله ليبيا. دوله ليبيا. طيب دوله حدود بشريه بريه، حدود بشريه بريه. يلا يبقى انا عندي في الشمال في البحر المتوسط. المتوسط ده كان حد طبيعي بحري. حد طبيعي بحري. طيب عندي في الشمال الشرقي كانت دولة فلسطين المحتلة، وده كان حد برضو بشري بري. طيب عندي في الشرق، في الشرق كان عندي خليج العقبة والبحر الأحمر، ودي حدود طبيعية بحرية. طيب عندي في الغرب مين السطر اللي يقول لي لسه واخدينها؟ دولة حدود ليبيا، ودي حدود برية. بشرية برية. فاضل لي اتجاه واحد بس وهو اتجاه الجنوب. اتجاه الجنوب. طيب قال لي اتجاه الجنوب عندي دولة اسمها دولة السودان. عندي دولة اسمها دولة السودان. طيب دولة السودان دي انا قلت دولة، يبقى حدود بشرية برية. حدود بشرية برية. اي حاجة بشرية هنحط جنبها ايه؟ برية. ليه؟ لانها على اليابس. يلا تعالى نشوف هنا اهو الاتجاه الغربي. الاتجاه الغربي، الاتجاه الغربي عندي مين؟ دولة ليبيا. ليبيا. دولة ليبيا. دولة ليبيا. اهو عندي الاتجاه الغربي دولة ايه؟ ليبيا. عندي دولة ليبيا، وقلنا دي حدود بشرية برية. حدود بشرية برية. طيب قلنا في الجنوب عندي مين؟ دولة جمهورية السودان. دولة جمهورية السودان. جمهورية السودان. حدود بشرية برية. حدود بشرية برية. يلا نراجع مع بعض الحدود. احنا قلنا كده عندنا خمسة. طيب مين هم في الشمال اللي هو فين؟ البحر المتوسط. البحر المتوسط. في الشمال البحر المتوسط. في الشمال البحر المتوسط. في الشرق، في الشرق عندي البحر الأحمر وخليج العقبة. البحر الأحمر وخليج العقبة. البحر الأحمر وخليج العقبة. لحد دلوقتي الحدود عندي طبيعية ولا بشرية؟ لا دي طبيعية. الشمال والشرق طبيعية وإيه؟ بحرية. طبيعية وإيه؟ بحرية. طيب قلنا عندي الشمال الشرقي اللي ما بين دولة فلسطين، ما بين الشمال والشرق. الشرق. ركزوا معايا، هنقول دولة مين؟ دولة فلسطين المحتلة. دولة فلسطين المحتلة. دولة فلسطين المحتلة. طيب في عندنا اتجاهين تانيين نسيناهم، مين فكرني؟ كان عندي الغرب والجنوب. فين الغرب؟ دولة ليبيا، ودي حدود بشرية برية. حدود بشرية برية. طيب الجنوب جمهورية السودان، ودي حدود بشرية برية. صوت. حلو. نقوله بيقول لي هنا ما النتائج المترتبه على. احنا يعني ايه سؤال ما النتائج المترتبه على؟ يعني دلوقتي انا عندي حاجه حصلت، انا عايز اعرف النتيجه بتاعتها. عايز اعرف النتيجه بتاعتها ايه. قال لي اللي حصل عندي ان حدود مصر واضحه ومميزه ومعترف بها بين الدول المحيطه ودول العالم. تعالى كده نفسر معنى السؤال. يعني مثلا انا قلت لك لو مصر دي الاوضه اللي انا قاعد فيها، انا دلوقتي عارف الباب بتاع الاوضه بتاعتي، وعارف الحيطان اللي بتفصلني عن اوض بقيه الشقه. طيب مش الحاجه دي هتبقى مميزاني عن بقيه اخواتي؟ اخواتي أيوة. مثلا ما لهمش اوض، فساعتها انا هبقى مميز عنهم ان انا عندي اوضه وليها باب. معنى كده ان انا حقوقي محفوظه ولا لا؟ محفوظه. معنى كده ان انا محدش يقدر يتعدى عليا ولا لا؟ يعني ما ينفعش حد من اخواتي يجي وايه ويقعد مكاني، لان دي حاجتي انا، انت مالكش حق فيها. طب يلا بقى مين شاطر يجاوبني لوحده كده من غير ما الاجابه تطلع؟
اجيب بقى يا ميس مش هيكون في مشاكل ما بيني وما بين الدول المحيطه بيا على الحدود. عشان محدش هيقول لي مثلا فين اولك من اخرك. انا معروف فين الاول بتاعي فين مفيش حد بقى هيتخانق معايا على الحدود. وكمان يا ميس انا بقى لما يكونش عندي مشاكل مع الدول المحيطه بيا معنى كده ان انا هعيش في استقرار. شاطر. يلا هدي لك بونبوني دلوقتي. يبقى هنا الحدود بتاعتي لما بقت مميزه معترف بيها ادى الى استقراري. انا قاعد ومحدش ليه حاجه عندي. بقيت مستقر في مكاني محدش بيتخانق معايا ويقول لي اطلع بره. وعندي كمان مفيش مشاكل بيني وما بين احنا قلنا سياسيه معناها كلمه دول. مفيش مشاكل سياسيه معايا ومع الدول المجاوره بخصوص مين الحدود. محدش يقول لي الجزء ده بتاعي. لا انا معروف المكان بتاعي فين وفين الحد بتاعي سواء كان طبيعي او بشري. سواء كان طبيعي او بشري. يبقى لما اقول لك ما النتائج المترتبه على حدود مصر واضحه ومميزه ومعترف بها بين الدول المحيطه ودول العالم هتقول لي ادى الى استقرار مصر وعدم وجود مشكلات سياسيه مع الدول المجاورة بخصوص الحدود. تاني أدى إلى استقرار مصر وعدم وجود مشكلات سياسية مع الدول المجاورة بخصوص الحدود. طيب قال لي هنا في سؤال أكمل. تطل مصر من جهة الشمال. الشمال ده اللي هو فين؟ فوق. كان بيطل على إيه؟ على البحر المتوسط. على البحر المتوسط. فكر هو كان حد إيه؟ طبيعي بحري. طبيعي بحري. طبيعي بحري. طيب قال لي هنا الحد الشمالي الحدود الشمالية لمصر حدود لسه قايلها طبيعية. طبيعية بحرية. طبيعية بحرية. ماشي. يبقى انت كده ايه شاطر. قال لي تنقسم الحدود الى حدود. احنا قلنا عندنا نوعين الحد ايه الحد الحدود الطبيعية ها والحدود البشرية. الحدود الطبيعية والحدود البشرية. انا اقول لك تنقسم الحدود السياسية الحدود السياسية ده أي حدود مش بس مصر في أي دولة هلاقي في حدود إيه طبيعية وحدود من صنع الله وحدود بشرية من صنع الإنسان هو اللي رسمها هو اللي إيه الحدود السياسية اللي هي حدود بتقسم ما بين وما بين الدول يا إما بتكون طبيعية أو بشرية. تمام. قال لي هنا في سؤال تاني اختر الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس. أنا عندي جملة والجملة دي أنا عايزة أكملها وأحط الإجابة المناسبة ليها وعندي ثلاث اختيارات هختار واحد منهم. قال لي أول حاجة الحدود الغربية لمصر اللي هي كانت موجودة في الشمال. إحنا قلنا أن الغرب ده اللي هو على إيه على إيه الشمال. الشمال فوق والجنوب تحت. الغرب على الإيه على الشرق على اليمين والغرب على الشمال. فهنا اللي عندي في الشمال اللي من الناحيه دي كده في الخريطه كان دولة إيه؟ ليبيا. كانت دوله ليبيا. يلا نختارها. شاطرين. تاني حاجه عندي من امثله الحدود الطبيعيه. احنا قلنا عندنا الحدود الطبيعيه اللي ربنا خلقها. ممكن تكون طيب. جبال وممكن الجبال تكون الانسان اللي صنعها. لا الله سبحانه وتعالى. طب البحار برضو الانسان اللي صنعها. لا من خلق الله سبحانه وتعالى. الانهار من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني مش ده عن الاجابات كلها صح. يبقى هختار كل ما سبق. كل ما سبق يعني كل اللي فات ده كان صح. فانا هختار ايه كل ما سبق. شاطرين. قال لي هنا عندي ملحوظه مهمه جدا. مش انا اتكلمت عن مصر واللي جنبيها الجيران بتاعتها الدول الثانيه. طب هل يا ميس انا دلوقتي مصر نفسها متقسمه ولا كل حاجه كل مصر ديت هي عباره عن حاجه واحده؟ قال لي لا مصر دي متقسمه. يعني ايه متقسمه؟ يعني جواها في حاجه اصغر من الدوله اسمها محافظه. اسمها ايه؟ محافظه. دي حاجه كده او مكان اصغر من ايه من الدولة. من الدوله. فقال لي انا عندي في مصر 27 محافظه. 27 محافظه. طيب يبقى انا كده عندي اول حاجه قلنا ان احنا عندنا حدود سياسيه. هل الحدود اللي هتبقى جوه مصر اسمها برضو حدود سياسيه؟ لا الحدود السياسيه دي بتفصلي ما بين وما بين الدول المجاوره ليا. طب هناخد اسم جديد دلوقتي اسمه الحدود الاداريه. يعني جوه ادارتي انا جوه اداره مصر فبقسمها تبع مين؟ اداره مصر. فهتبقى ايه اسمها؟ حدود اداريه. اسمها حدود اداريه. طيب بتفصل ما بين مين ومين؟ ما بين محافظات مصر. مش ما بين الدول. لا لا امال مين اللي ما بين الدول؟ حدود سياسيه او دوليه. الحدود السياسيه او الحدود الدوليه. الحدود السياسيه او الحدود الدوليه. طب مصر عندها كم محافظة؟ 27 محافظه. مصر عندها كم محافظه؟ 27 محافظه. علينا نعرفهم؟ لا يا ميس احنا عندنا بس ان احنا نعرف ان احنا عندنا 27 محافظه وهنعرف اسم محافظه واحده بس اللي هي المحافظه الكبيره اللي هي اكيد العاصمه. اكيد العاصمه اللي هي فيها الايه الاداره اللي احنا لما مثلا يبقى في اي حاجه نقول احنا هنسافر القاهره ونعملها. ليه يبقى العاصمه القاهره؟ شفت شاطر. يبقى انا هنا هنقوله هنا ان احنا عندنا 27 محافظه وفي حدود بتفصل ما بينهم اسمها الحدود الاداريه. اسمها الحدود الاداريه. اهو احنا قلنا الحدود الاداريه اللي هي الحدود التي تفصل ما بين محافظات الدوله. هي مصر بس اللي عندها حدود اداريه؟ لا احنا عندنا كل الدول بس عشان احنا بنتكلم عن مصر هنقول ايه الحدود
جمهورية مصر العربية. يبقى ايه هي الحدود الإدارية؟ هي خطوط تفصل بين محافظات الدولة اللي هي مقصود بيها جمهورية مصر العربية. حد يفكرني بالحدود السياسية؟ الحدود السياسية هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها داخل هذه الحدود. شاطرين. دي الحدود السياسية. لكن الحدود الإدارية بقى يا ميس هي خطوط تفصل بين محافظات الدولة اللي هي مقصود بيها احنا عندنا جمهورية مصر العربية. طب انت دلوقتي جاوبتني وقلت لي ان انا عندي محافظة كبيرة كانت اسمها ايه؟ القاهرة. القاهرة اللي احنا قلنا عليها عاصمة بتاعت ايه؟ بتاعت مصر. فبالتالي هي الايه المحافظة الكبيرة اللي الرئيس بيعيش فيها. أيوة. وفيها الحكومة فيها بقى مقر الحكم. احنا قلنا حدود ادارية يعني فيها الادارة. قال لك تتكون كل محافظة، مش احنا قلنا عندنا قارة جوه القارة في دول، وجوه الدول في محافظات. قال لك جوه المحافظات في حاجة اسمها أحياء أو مراكز. أحياء أو مراكز هنسمعها كتير لما نروح مثلا منوفية أو نروح محافظة من محافظة الأرياف. بيقول لك عندك مثلا إيه شبين الكوم مركز مش عارفة إيه، دي اسمها مراكز، دي حاجة صغيرة جوه إيه المحافظة. المحافظة عندنا هنا ممكن يقول لك حي المنتزه أو حي شرق، كل دوت دي ايه حاجة صغيرة بتبقى محدودة بس برضو ايه بيتعمل لها تقسيمة، بس مش علينا ملناش دعوة ان احنا نعرف اسمها ايه. ديت حدود صغيرة ما بين ايه جوه الحدود المحافظات. المحافظات داخل المحافظة دي بقى انا عندي كده المحافظة ممكن تنقسم الى احياء او مراكز. او يعني احنا كده لو قسمناها قلنا احنا عندنا قارة جوه القارة في الدول، كل الدول في بقى حدود ادارية متقسمة اللي هي عندنا في مصر اللي هي محافظات. طيب جوه المحافظات في ايه؟ في احياء او مراكز. في احياء او مراكز. طب في كل محافظة عاصمة يا ميس؟ اكيد طبعا. يعني الجيد اللي بقى موجود فيها محافظ صح؟ اكيد، اللي هي بتبقى موجود برضو زي ما احنا قلنا ايه القاهرة فيها برضو المكان الحكم وفيها عشان هي العاصمة. برضو كل محافظة وليها العاصمة بتاعتها وبيبقى فيها المحافظ الايه الجيد بتبقى خاصة بالمحافظة بس صح؟ بالزبط. لكن عاصمة الدولة كلها اللي هي القاهرة. بالظبط. يبقى هنا هوت عندنا خريطة مصر شايفين كل دي المحافظات ال 27 محافظة دول. ايوه طبعا. احنا شايفين هنا عندنا في خطوط كبيرة من بره، دي اسمها خطوط ايه مين يفكرني؟ دي السياسية او الدولية. الحدود السياسية او الحدود الدولية اللي بتفصلها عن مين؟ عن جيرانها من الدول. عن جيرانها من الدول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي عبارة عن ايه؟ شرطة ونقطة. شرطة ونقطة. شرطة ونقطة. بيفضلوا ايه يحددوها بالشكل ده. طيب هي بيبقى شكلها كده على الحقيقة ولا بيحطوا مثلا ايه، بيبقى لو حدود دولية بيحطوا فيها ايه زي مثلا ايه اسلاك شايكة او كده زي ما بنشوف الكرتون. في ممكن بوابات يا ميس، بشوف بوابات. بوابات زي ما انت مثلا لما تيجي تخرج من اسكندرية رايح القاهرة مش بتشوف بوابة. بيبقى في شبهها كده برضو على الدول بس بشكل اكبر شوية. طيب يبقى انا هنا عندي الحدود اللي هي الدولية او السياسية، دي حدود بتبقى عبارة عن ايه شكلها رمزها او شكلها اللي هي شرطة ونقطة. شرطة ونقطة برضو اللي هي ايه في الصح وغلط او ممكن تقولنا في اكمل او في اي حاجه من دي. طيب شايف بقى الحدود اللي جوه ديت في اللي هي حدود ايه اسمها اداريه، الحدود بتفصل ما بين محافظات الدوله. بتفصل ما بين المحافظات. قال لي دي عباره عن نقط بس، يبقى الكبيره بتبقى حاجتين عشان هي الكبيره. شرطه ونقطه. شرطه وايه؟ الحدود السياسيه اللي بتفصل لي ما بين الدول عباره عن شرطه ونقطه. انا باجي بقسمها على خريطه شرطه ونقطه، لكن لو بقى هقسم حدود اداريه على خريطه هتبقى حاجات صغيره من النقاط. هتبقى ايه نقط بس جنب بعض عشان اقدر كده اميز ما بينهم. تمام. في حاجه مش فاهمينها يا سنه رابعه؟ لا يا ميس الدنيا واضحه. قال لي هنا دلوقتي اكتب كلمه صح او كلمه خطا، يعني هكتب كلمه صح مش هعمل العلامه، هكتب الكلمه نفسها قدام العبارات اللي قدام. قال لي هنا الأسكندرية هي عاصمة جمهورية مصر العربية. لا يا ميزة دي القاهرة. فاكرين احنا قلنا العاصمة الكبيرة عندنا اللي احنا خلناها المحافظة الوحيدة قلنا هي القاهرة اسمها ايه؟ القاهرة. العبارة عندي صح ولا خطأ؟ لا خطأ. العبارة ايه؟ خطأ. طب تاني حاجة قال لي الحدود الإدارية فاكرينها؟ قال لك هي حدود بتفصل ما بين محافظات الدولة. صح. صح ولا غلط؟ صح. صح. طب مين اللي بتفصل ما بين الدول؟ مين يفكرني؟ الحدود السياسية أو الدولية؟ السياسية أو الدولية. شاطرين. خلصنا الدرس بتاعنا واتمنى ان احنا نكونوا فهمناه. عندنا دلوقتي سؤال للمتفوقين من الشاطر اللي هيقدر يجاوبه. بيقول لي هنا عندي ماذا يحدث اذا لم، يعني لو ما حصلش الحاجه دي اللي ممكن يحصل. قال لي هنا
لم تكن حدود مصر مع جيرانها مميزة ومعروفة. احنا كنا واخدين سؤال ما النتائج لو نفتكر ان احنا لو عندنا حدود مصر واضحة ومميزة اللي كان هيحصل. طب عكس ده بقى ايه اللي ممكن يحصل؟ اقول لا هنعرفه ونجاوبه وان شاء الله بس المحاضرة في الفصل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.